استاذ ماجد، اهلا بيك منورنا. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ كويس والله تمام، الحمد لله الحمد الحمد لله لله تمام. الحمد لله. هبدا معاك الاول باخبار الطاعون. ايه؟ والله بص يا استاذ هاني، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انت اجرأ اعلامي رياضي في مصر. شكرا. مش اجرأ، ما اعتقدش في لا اجرأ اجرأ، واحسن. اصل انا شبه محظور اعلاميا، عشان بس اكون صريح مع ليه حضرتك. محظور؟ محظور لسبب بسيط، اتفضل. انا دلوقتي يعني رفعت طعم وده من حقي، ولكن للأسف يعني قصة عدم متابعة الطعم في حد ذاتها أنا مستغرب لها، يعني أنا مستغرب لها جدا. أنا النهاردة رافع طعن حقيقي، ومش ضد شخص الكابتن حسين لبيب ولا ضد شخص الكابتن فاروق جعفر، ولكن للأسف أنا بواجه كم هجوم غير طبيعي، وكأني أنا عملت شيء مش من حقي كمرشح. لا بالعكس، هو الخطوات المنطقية، وإلا ما كانش اتفتح باب الطعون بعد غلق باب الترشح. دي خطوة قانونية بالظبط منطقية. بالظبط، يعني لكن عندي هنا نقطتين أحب أسمع تعليقك عليهم. اتفضل. النقطة الأولانية إنه أي حد، أي مسؤول، أي حد بيشتغل في العمل العام هيتعرض لكم رهيب من الانتقادات، سواء اشتغل حلو أو ما اشتغلش حلو. تحمل ده بما ان حضرتك مقبل على انتخابات وقد تكون رئيس نادي الزمالك الفترة اللي جاية. دي أنا ملحوظة بس. متحمله، أنا متحمله طبعا بكل المقاييس، سواء مقاييس جماهيرية أو بعض أعضاء الجماعة العمومية، تمام. لأن برضو بكررها تاني، في ارتياح وسط الجماعة العمومية لهذا الطعم. لهذا الطعن طبعا حسيته منين الارتياح ده؟ حسيته من مقابلة أعضاء الجماعة العمومية، حسيته من السادة الأعضاء، حسيته من السادة المرشحين نفسهم. المرشحين نفسهم كانوا مرتاحين من الطعن اللي حضرتك طبعا قدمته؟ ليه؟ انا هقول لحضرتك مفاجأة، انا المرشحين كلهم متابعيني في الطعن ده، يعني تتخيل حضرتك، مع احترامي برضو، يعني مش هقول المرشحين كلهم، هقول بعض المرشحين، تمام. يعني لو هقول اسماء اقول اسماء، انا مفيش مشكلة بالنسبة لي. يعني قصة النهاردة الدكتورة ميرفت كلمتني وقالت لي هنضم للطعن. الاستاذ عمر هريدي نفس القصة، ولكن طبعا بروح المحكمة ودي قصة تانية خالص. ايه اللي بيحصل؟ وفجأة طبعا ان ماجد الحنبلي اللي متصدر المشهد. طب يا جماعة بعد اذنكم، طالما انتوا عايزين تنضموا علني، تعال اتفضل حضرتك قول طلباتك. تعال حضرتك اتدخل تدخل قانوني وقول طلباتك. لكن ما تكلمش ماجد الحنبلي في التليفون وتقول له انا جاي وانا معاك وانا في ظهرك، وفجأة ان ماجد الحنبلي هو الوحيد اللي واقف في المشهد. مش لازم. غير ان انا النهارده يعني ده الطعن الوحيد اللي واخد جدية، لان انا مقدم مستندات، يعني في الاول وفي الاخر هو حكم محكمة، تمام، لازم احنا كلنا نحترم حكم المحكمة، مظبوط، ولكن انا عندي مستندات قوية جدا لابطال ترشح الكابتن حسين لبيب مثلا، والكابتن فاروق جعفر باين، والكابتن فاروق جعفر، ولا وبأظن المستندات ان انا اللي عديته النهاردة. بتبطل الكابتن حسين اقوى من المستندات اللي بتبطل ترشح الكابتن فاروق جعفر؟ هما الاثنين على مستوى واحد، تمام. ولكن انا طالب من المطعون ضدهم الكابتن حسين لبيب والكابتن فاروق جعفر تقديم المستندات. حضرتك جيت لي جلسه 23/9 وعرفت ان في مستندات المفروض حضرتك تطلع عليها وتجيب ما يفيد صحيح ترشحك. ما حصلش. الجلسه اللي بعدها حضرتك برضو طلبت ان انت تمد اجل للاطلاع على المستندات وتقديم ما يفيد. ما حصلش. يا كابتن حسين انا بقول لحضرتك قدام مصر كلها انك انت طلعت في احد البرامج وقلت يا جماعه انا ملفي ناقص. مش هقول متاخد منه حاجات او مسروق منه حاجات حسب اللفظ الدارج. يا كابتن حسين حضرتك عندك اهم ثلاث مستندات في ملفك مش موجودين. اللي هم يا كابتن حسين ايصال سداد، وانا بقولها لحضرتك حصري لان انا بحترمك فعلا كاعلامي. شكرا. يعني حضرتك لما فتحت القصه دي انت يعني انت فعلا بتهتم بالاعلام الرياضي الناجح. اشكرك. لكن انا النهارده عشان كل المرشحين، انا في مرشح طالع يتكلم على الطعن باسمي، وده برضه حاجه انا مستغرب لها. طب استاذ ماجد، ممكن اروح للملحوظه الثانيه؟ او الاول قول الثلاث مستندات وبعديها اروح للملحوظه الثانيه عايز اتكلم معاك فيها. اول مستند وده اهم مستند. اتفضل.
ايصال سداد اشتراك العضويه بتاعت الكابتن حسين لبيب من عضويه رياضيه لعضويه عامله، ده تمام. مش موجود. تمام. ده اول مستند. المستند الثاني قرار اتحاد اليد اللي المفروض يروح لنادي الزمالك ويقر عليه مجلس اداره نادي الزمالك، ده برضو مش موجود. اللي هو ايه اللي بيقول القرار؟ القرار المفروض ان الكابتن حسين لبيب قضى فتره الثمان سنوات متصله ويحق له تحويل من عضويه رياضيه لعضويه عامله. بس الاتحاد اللي انا اعرفه ان الاتحاد كره اليد بعت لنادي الزمالك. ما هو الاتحاد، انا في الملف الملف والكلام ده كمان ما تقدمش في المحكمه. ما انا بقول لحضرتك من واقع المحكمه. يعني تمام. والمستند الثالث اطلعت على المستندات. والمستند الثالث، المستند الثالث ان في قرار من المجلس السابق بخصوص الكابتن حسين لبيب تحديدا بيقول ان لا يحق له الانتقال من العضويه الرياضيه للعضويه العامله. ليه؟ يبقى اصبح النهارده انا عندي مشكلتين في الطعن. ان ايه؟ ان لا يحق له. ليه لا يحق له؟ لا يحق له لانه ملفه تراجع والمجلس السابق اوصى بانه لا يحق له التحويل من العضويه الرياضيه للعضويه العامله. سؤال، ليه او عرفت منين حضرتك ان المستندات دي مش موجوده في ملف الكابتن حسين لبيب؟ ما انا اطلعت عليها. وانا من حقي النهارده كمرشح او كباقي المرشحين كلهم انهم بيطلعوا على الملفات. طيب السؤال بقى الثاني او الملحوظه. الملحوظه بس اللي عن حضرتك، او يعني ليه الناس انتقدت حضرتك؟ الزملكاويه زهقوا قوي لان في بس هسال اقول لك النقطه بس دي. الزملكاويه زهقوا قوي من كتر الطعون اللي عاشوها بقالهم 17 18 سنه، وما صدقوا ان بقى في انتخابات وان بقى في دعايه جوه النادي وان المرشحين موجودين وعاد الود وعاد الهدوء، وقلقانين قوي من فكره الطعن، وقلقانين قوي من فكره القضايا، وقلقانين قوي من فكره المحاكم. فأول ما سمعوا خبر إن مرشح بيقدم طعن اتضايقوا، وده سبب زعلهم. إيه تعليقك على كلامهم اللي قلقان على وضع الزمالك من طعونك؟ أولاً أنا برضو بكرر احترامي لحضرتك جداً واحترامي للسؤال ده تحديداً. شكراً. هو أنا النهاردة لما باجي أتحرك في طعن هو أنا مش بحصن العملية الانتخابية أصلاً؟ مظبوط. يعني أنا كده بحصن العملية الانتخابية. تمام. ليه؟ أنا النهاردة الانتخابات ديت أولاً بتتكلف، وزي ما حضرتك عارف إحنا في أزمة مالية، أزمة مالية اقتصادية اللي هي ما بتتكلفش برضه العملية الانتخابية فقط. لا ده أنت بتخاطب وزارة المالية وبتخاطب وزارة الرياضة وبتخاطب وزارة العدل. أيوه. أصبح في النهاردة دي تكاليف على الدولة. لما أجي النهاردة أعدي انتخابات فيها عوار ويجي أي حد، لأن أنا اتفقت ووعدت حضرتك قبل كده إن أنا مش هطعن تاني. لما تيجي النهارده الانتخابات دي تعدي وحد معدي قاعده مثلا جمعيه عموميه يقوم طاعن والانتخابات تبطل، يبقى انا من دلوقتي بحصل العمليه الانتخابيه؟ تمام. ولا العمليه الانتخابيه تجرى بعورها؟ مفهوم. لان من الواضح والحكم في الاول وفي الاخير للمحكمه. مظبوط. ان في قايمه هتبقى من غير راس. قايمه هتبقى يعني من غير عندنا هتبقى قايمه من غير راس. من غير رئيس يعني هذه القائمه. ما هي احنا مفهوم. بنسميها كده. مفهوم. انا فاهم. انا بشرح بس للمشاهدين. فهي هتبقى قايمه من غير رئيس. اذا اصبح ماجد الحنبلي رئيسا لنادي الزمالك، ماذا سيقدم لاعضاء الجمعيه العموميه وللزمالك؟ الجمعيه العموميه اولا يعني طول عمرها هي عندها فكر وعندها وعي. الجمعيه العموميه الوقت تحديدا في صراع. وانا قلت قبل كده انا خارج الصراع، ودي اكبر ميزه النهارده. انا مش عايز اعملها كدعايه انتخابيه لماجد الحنبلي لما اجي بقى لحضرتك ان شاء الله الاستوديو ان شاء الله، ولكن ماجد الحنبلي بره الصراع ده، بره الخناقه دي. يعني ايه بقى اني صراع واني خناقه؟ الصراع اللي ما بين المرشحين سواء الحاليين او السابقين، وان كل واحد النهارده بيتكلم في انجازات ما حصلتش، وبيتكلم في رجال اعمال وهميين، وبيتكلم في صندوق احنا مش عارفين الصندوق ده ظروفه ايه. كل الحاجات دي ليه؟ ما في فلوس اتدفعت فعلا لحل ازمات ولو مبدئيه لفرق الصالات والفريق الكوره سواء اجانب او محليين. احنا هنتكلم، لو اتكلمنا في حاجه هنتكلم بشخص واحد. هنتكلم اللي فعلا وعلى مرأة من البصر هو شخص واحد. اللي هو مين؟ الاستاذ هاني العتاه. طب ما انا عندي بس ملحوظه. انا حاسس
حاسس ان حضرتك مركز قوي مع المرشحين اكتر ما تركز مع ماجد الحنبلي ما سيقدمه مع الزمالك. لا ما انا انت حضرتك اللي سالتني. انا عارف. ايوه انا ما انا سأل بدايه السؤال ماذا سيقدم الحنبلي. انا هوضح لك ان في ان في النهارده وعود وهميه. ماجد الحنبلي مش هيقول وعود وهميه. تمام. ماجد الحنبلي عنده ثلاث محاور اقتصاديه ورياضيه واجتماعيه. ايوه. ببرنامج متكامل. ايوه. انا داخل النهارده زي ما قلت قبل كده انا جاي من الجمهور. انا جاي من المدرب. انا قلبي على الجمهور اللي موجود. تمام. الجمعيه العموميه اللي موجوده جمعيه محترمه وجمعيه واعيه. ولما ناقشت ناس كتير فيهم حسيت ان فعلا الناس دي هتختار في الاخر صح. تمام. لكن قصه النهارده ان انا مثلا زي ما بيقولوا داخل مثلا لشيء معين في حد معين. الكلام ده كله لا طبعا. لا ماجد الحنبلي اكبر من الكلام ده. ايه رايك في اداره الزمالك السابقه؟ انشائيا تكاد تكون 90%. جيدة بنسبة 90%. طبعا. واداريا وماليا طبعًا. ورياضيا. ماليا ورياضيا هنقول برضو 50-60%. ودي نسبة كويسة ولا سيئة؟ بالظروف المحيطة. يعني بالظروف المحيطة بنادي الزمالك تحديدا. انا مش عايز اقول لحضرتك ان نادي الزمالك ده يعني بقى عامل زي ايه اللي بيصحى بدري ياخد منه حتة ويجري. بالبلدي كده. نادي الزمالك ده كيان كبير. نادي الزمالك ده نص مصر. يعني نص مصر زمالك. يعني لو حضرتك شفت الماتش الاخير ومدى الفرحة اللي الزملكاويه عايشوا مصر فيها. ايوه. نادي الزمالك ده كيان. صح. لا شخص النهارده هيأثر في الكيان ولا مجموعه اشخاص تأثر في الكيان. تمام. فعشان اكون صادق مع حضرتك. ايوه. انا جاي من مدرج. تمام. لما رشحت نفسي وترشيح جدي جاي من مدرج او جاي من الجمهور تحديدا. ولكن انا مش عايز اطول برضو على حضرتك. تمام. لكن انا بشكرك جدا ان انت منبر عندك المشاهد اولا. ودي قضيه انا المفروض ان انا اهم شخص دلوقتي في العمليه الانتخابيه. مين؟ ليه؟ انا بحصن العمليه لانك الانتخابية. بتحصن العمليه الانتخابيه. انا مش ضد استقرار الزمالك. مفهوم. او ضد استقرار النادي. مفهوم. او ضد استقرار، لكن التحصين ده مهم وده مسؤوليتي انا راجل قانون. صح. انا بشكرك جدا استاذ ماجد الحنبلي. انا اللي شاكر لحضرتك جدا يا استاذ. نورتنا وشرفتنا. المرشح على منصب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك.